تحت عنوان 100 عام من التميز والإبداع، وبمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس كلية طب الأسنان في جامعة دمشق، أقيم المؤتمر السنوي العاشر لأطباء الأسنان في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق. مهنة طب الأسنان بشكل عام هي مهنة تتضافر ثلاث عوامل مع بعضها، يعني هي عبارة عن الأدوات السنية والأجهزة والمحاضرات العلمية. بكثرة المؤتمرات سواء عن طريق النقابة أو عن طريق الجامعات والتشاركين موجودة بيناتهم، هالتشارك هي عم نحاول دائما أنه نقفز بالمهنة للأمام، لأنه أي تطور بأي مجال من النقطة ينعكس مباشرة على مهنة طب الأسنان. المؤتمرات بشكل عام تترافق مع معارض علمية، المعارض الطبيب بيشوف أحدث ما توصل إليه العلم عن طريق الأجهزة والأدوات الموجودة، ومن خلال مشاركة الوفود الأجنبية والعربية كمان تقديم آخر ما تطور إليه العلم في مناطقهم، وهالتشاركية هيدي بتؤدي للتطور المهني. الذكرى المئوية لتأسيس كلية طب الأسنان في جامعة دمشق مما يعني أنها تعتبر من أقدم الكليات على مستوى المنطقة، كذلك يأتي في إطار التعاون بين الجامعات ونقابات أطباء الأسنان وفروعها في المحافظات، وذلك من خلال التعاون الهام بينما المنابع العلمية التي نعتبرها هي الجامعات كمصدر للعلم وآخر المستجدات في مهنة طب الأسنان، وبين ذوي الحاجات المختلفة من أطباء الأسنان على مختلف الاختصاصات في هذه المهنة، وخاصة أن هذه المهنة عرفت تقدما هائلا خلال السنوات القليلة الماضية، فلا بد من مواكبة الجديد وآخر تقنيات هذه المهنة، وذلك يأتي عبر هذه المؤتمرات وما يرفقه من معارض تخصصية تقدم كل هذه التقنيات والمواد والتجهيزات المتعلقة بمهنة طب الأسنان. كلنا فخر واعتزاز أنه نشارك كلية طب الأسنان في جامعة دمشق بالمئوية. حلوة أنه الناس يلتموا مع بعض ويرجعوا ويشوفوا بعض كثير. كلنا فخر بسوريا، سوريا المكان، سوريا الإنسان، سوريا التاريخ، سوريا الحضارة، وسوريا المستقبل إن شاء الله. سوريا هي مدرستنا الكبيرة وهي أم الجامعات بالوطن العربي، جامعة دمشق العريقة. كلنا فخر أن نكون ونيجي نشارككم بالاحتفالات بهذه المئوية. جامعة دمشق كانت من الرائدة في الطب، وحس ما نعرف التاريخ السوري كمان، التاريخ السوري مفعم بالاكتشافات الطبية القديمة، ونحن اليوم عم نجي لنشارك بالمؤتمر يلي هدفه التطور الجديد والإمكانيات الجديدة اللي عم بتصير بطب الأسنان. المؤتمر تضمن محاضرات علمية لأساتذة وأطباء سوريين وعرب وأجانب من مختلف اختصاصات طب الأسنان، التي تصب في تطوير ممارسة المهنة وتبادل الخبرات والمهارات، وتستمر فعالياته لغاية 15 من الشهر الحالي.